السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أصدقائي؟ معكم نعيم من قناة نيمو. اليوم بدي أعرض لكم كيف تفتحوا سكين بنت الماموس من هدايا الوينتر فيست أو تحديات الشتاء. هو أنتم يمكن لاحظتوا إن أنا فاتح حساب جديد. هذا الحساب الجديد أنا فتحته بسبب لأنه أنا الحساب تبعي فتح فيه الهدايا كلياتها، يعني مو كلياتها، تبع أيام كلها، فأنا مالي موفر شيء. هون بهذا الحساب أنا موفر 11 يوم، تمام؟ فالان بدي اورجيكم كيف انتم بدكم تقدروا تاخذوها لو كنتم موفرين او صدفت معكم وكنتم فاتحين الهدايا اللي على الشمال. نشوف مع بعض. فوت على فيزيت لودج، تمام. هو مبدأه كله انه انت كيف بدك تاخذ سكن الماموس. اذا كنت انت مو فاتح الهدايا مثلا، مالك قدران تفتح بهالفتره، او مثلا كنت انت حظك انك فاتح الهدايا اللي على الشمال، مبدأه انه انت بدك تفتح هدول هدايا كلياتهم. انا معي 11 هديه بقدر افتحهم فوق ظاهرين عندكم، فيلا نفتح هدول كلهم مع بعض، واخر شيء بنطلع لكم السكين. وهلا هيك اصدقائي، نحنا فتحنا الهدايا هدول كلياتهم، تمام. باقي الهدية هي اللي هلأ رح يطلع لنا فيها السكين تبع بنت الماموس، اللي ابن اختي عمر رح يفرح فيها كتير لانه هذا الحساب تبعه مو تبعي. وهيك طلع سكين بنت الماموس، فكرته بسيطة وكتير سهلة. ويا ريت اذا انت اول مرة بتشوف المقطع عندي على القناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس مشان يصير يوصلك كل شي جديد بجديد، التحديات واي تسريبات جديدة تنزل اول باول. وهيك بنكون وصلنا لنهاية مقطعنا. يا ريت اذا عجبك الفيديو ما تنسانا من الاشتراك والاعجاب بالفيديو وانشره بين اصحابك مشان تعرف، فعل زر الجرس كمان مشان يوصلك كل جديد. واذا كملت المشاهدة للاخر شكرا لك وبرعاية الله.